السلام عليكم ورحمة الله، أطيب الله يومكم بكل خير. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا النجم، ضع لايك للفيديو. النجم حسام عوار ما زال لم يلعب أي مباراة كاملة مع روما خلال هذا الموسم حتى الآن. الدولي الجزائري لعب 243 دقيقة فقط خلال 6 مباريات كان متاحا فيها للمشاركة مع روما، وبكل تأكيد ليست هذه البداية التي كان يريدها بألوانه، ولكن ما شاهدناه في مباراة البارحة كان مختلفا تماما، حيث قدم هذا النجم أداء خرافيا في ليلة أمتع فيها جماهير روما. واللقطة التي صنعت الحدث في إيطاليا هي لقطة الحكم مع حسام عوار، رغم أنه تلقى البطاقة الصفراء إلا أنه لم يتردد في مساعدة الحكم حين أصيب بتجنج عضلي أثناء المباراة، إذ كان حسام عوار أول من جرى نحو الحكم لمساعدته، وهذه الأفعال من شيم الكبار. أراءكم تهمنا في التعليقات، إلى لقاء آخر بإذن الله.